ونتواصل مع حضراتكم في تقديم نشرة الأخبار، حيث أعلنت وزيرة البيئة تنفيذ مشروع في مجال إدارة المخلفات الإلكترونية بمنحة من مرفق البيئة العالمية تبلغ 9,130,000 دولار، وذلك استكمالا للجهود التي تبذلها في الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات. وأشارت إلى أن مصر تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وأكدت وزيرة البيئة أن المشروع يهدف إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة وتحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.